سيطرت على الطرق التالية: الطريق الولائي رقم 33 من النقطة الكيلومترية 26 إلى 20، والطرق البلدية كل من عين سلامات، الغرازلة، العافية والكرمات. وقد تم تدخل اليوم بفضل العتاد الموفر هنا، نيفلوز شارجر وشاسناج. اللي احنا منذ الساعة 6 صباحا اتصلنا بالسلطات المحلية على الولاية، نقول لك تاع الدائرة على مستوى رئيس قسم الطرقات كما يقول الاخر، وين ارسلنا شاحنة الكاسية هذه اللي تشاهدوا فيها، فتحنا بها الطريق الولاية رقم 33. منذ الصباح الباكر كانت يعني جميع الهياكل مسخرة لفتح الطريق رغم كثافة الثلوج، وفتحنا الطريق الولائي 33 بالإمكانيات الخاصة، ثم يعني اتصلنا بالدائرة وزاد دعمتنا بكاسحة الثلوج، وفتحنا حتى المسالك الثانوية كعين سلامات لغرازلة.